الكبائر التي يتوب العبد منها توبة نصوحا هل تعرض عليه يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن الناس ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى أظن أن قد هلك، فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الكبائر أمرها موكول إلى الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه.